السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذا الدرس. أنا عامر أحمد جوز، مطور برمجيات حاسوبية، أحييكم من أمام مركز السلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية سايتك في مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية. موضوعنا في هذا الدرس مهم جدا، فكما تعلمون أننا في عصر المعلومات والحوسبة، وتزداد البيانات باضطراد هائل، وتزداد الحاجة إلى ترتيبها وفرزها وتبويبها لتسهيل الاستفادة منها. إن مسألة ترتيب مجموعة عناصر هي أحد المسائل الكثيرة التي تواجه المبرمجين، مثلا ترتيب الطلاب ترتيبا أبجديا، أو حسب علاماتهم في إحدى المواد، أو حسب معدلهم التراكمي لمعرفة المتفوقين منهم. هل فكرتم يوما كيف يتم ترتيب مجموعة من العناصر؟ هل يمكن أن نكتب طريقة الترتيب كخطوات منهجية أو تعليمات برمجية يمكن تغذيتها إلى الحاسوب ليقوم هو بالترتيب؟ فكروا في هذه المسألة وسأعود إليكم بعد دقائق. أهلا بكم ثانية. أعتقد أنكم وجدتم طريقة أو أكثر. إن إيجاد طريقة منهجية لحل مسألة ما تسمى خوارزمية الحل. فالخوارزمية هي مجموعة من الخطوات الرياضية والمنطقية والمتسلسلة اللازمة لحل مشكلة ما، وسميت الخوارزمية ألغوريثم بهذا الاسم نسبة إلى العالم المسلم محمد بن موسى الخوارزمي، الذي عاش أيام الخليفة العباسي المأمون، وتولى بيت الحكمة في القرن التاسع الميلادي، وألف كتاب الجبر والمقابلة. وبترجمة هذا الكتاب إلى اللغات اللاتينية دخلت كلمتا الجبر الجبرة والصفر سايفر إلى تلك اللغات، كما كان له باع طويل في حل المعادلات التربيعية، وعندها دخلت كلمة ألغوريثم إلى اللغات اللاتينية. تعالوا نتعرف على إحدى طرق الترتيب، وهي خوارزمية الترتيب الفقاعي. ليكن لدينا مجموعة من الأعداد تحتاج لترتيب: 8 7 5 1 2. تقوم هذه الخوارزمية على مقارنة العنصر الأول مع العنصر الثاني، تبديل العنصرين إذا كان الأول أكبر من الثاني، نقارن العنصر الثاني مع الثالث ونبدل إذا كان الثاني أكبر من الثالث، ونقوم بهذه العملية إلى آخر عنصرين في السلسلة. بهذا نحصل على العنصر الأكبر في آخر السلسلة. نعيد العمليات السابقة لترتيب باقي العناصر كلها. مثال: ليكن لدينا مجموعة الأعداد هذه: 8 7 5 1 2. حاولوا ترتيبها بهذه الطريقة وسأعود إليكم. أهلا بكم، تعالوا نحل المسألة معا. لدينا المثال: 8 7 5 1 2. نقارن 8 مع 7 ونبدل بينهما لأن 8 أكبر من 7. 7 8 5 1 2. نقارن 8 مع 5 ونبدل بينهما لأن 8 أكبر من 5. 7 5 8 1 2. نقارن 8 مع 1 ونقوم بالتبديل لأن 8 أكبر من 1. 7 5 1 8 2. نقارن 8 مع 2 ونقوم بالتبديل أيضا لأن 8 أكبر من 2. 7 5 1 2 8.
وهكذا نكون قد حصلنا على أكبر عنصر وهو 8 مرتبا في نهاية السلسلة. نعيد العملية لترتيب باقي العناصر من خلال الخطوات التالية: نقارن 7 مع 5 ونبدل بينهما لأن 7 أكبر من 5. 5 7 1 2 8. نقارن 7 مع 1 ونبدل بينهما لأن 7 أكبر من 1. 5 1 7 2 8. نقارن 7 مع 2 ونبدل بينهما لأن 7 أكبر من 2. 5 1 2 7 8. ونكون قد رتبنا 7 مكانها. نعود للبداية ونقارن 5 مع 1 ونبدل بينهما لأن 5 أكبر من 1. 1 5 2 7 8. نقارن 5 مع 2 ونبدل بينهما لأن 5 أكبر من 2. 1 2 5 7 8. ونكون قد رتبنا 5 مكانها. نعود للبداية ونقارن 1 مع 2 ونجد أن 2 أكبر من 1 ولا حاجة للتبديل. وهكذا نكون قد حصلنا على السلسلة مرتبة: 1 2 5 7 8. هذه هي خوارزمية الترتيب الفقاعي، وسميت هكذا لأن العنصر الذي يتم ترتيبه يتحرك حتى يصل إلى مكانه، كتحرك فقاعة الهواء عندما تصعد في الماء. والآن هل تعتقدون أن هناك طريقة أفضل للترتيب؟ تعالوا نتعرف على طريقة أخرى تسمى خوارزمية الترتيب بالاختيار، ولعلها كانت إحدى الطرق التي توصلتم إليها في النشاط الأول. تقوم هذه الطريقة على إيجاد أصغر عنصر في سلسلة العناصر، ثم تبديله مع العنصر الأول في السلسلة إن لم يكن نفسه. نكرر الخطوتين السابقتين مع العناصر المتبقية، بدءا من العنصر الثاني فالثالث وهكذا. حاولوا ترتيب السلسلة نفسها بهذه الطريقة وسأعود إليكم بعد دقائق. 8 7 5 1 2. مرحبا بكم من جديد. سنقوم الآن بترتيب العناصر وفق خوارزمية الترتيب بالاختيار. نختار أصغر عنصر في السلسلة وهو 1. نقوم بتبديله مع أول عنصر في السلسلة 8. 1 7 5 8 2. نكرر الخطوتين لترتيب باقي العناصر كلها. نبدل 2 مع 7. 1 2 5 8 7. العدد 5 يبقى مكانه لأنه الأصغر. 1 2 5 8 7. نبدل 7 مع 8. 1 2 5 7 8. فنحصل على السلسلة مرتبة. نلاحظ أنه تم إنجاز الترتيب للعناصر باتجاه معاكس من الأصغر إلى الأكبر، وأنه لم يتم تبديل العناصر إلا لوضعها في المكان النهائي الصحيح. وبهذا تم ترتيب السلسلة بشكل أسرع من خوارزمية الترتيب الفقاعي. والآن ما رأيكم لو أخبرتكم بأنه توجد طريقة أفضل وأسرع من الطريقتين السابقتين؟ لكنها أكثر تعقيدا بعض الشيء. إنها خوارزمية الترتيب السريع، وهي تقوم على تحديد عنصر من السلسلة بشكل عشوائي نسميه المحور، مثلا العنصر الأوسط.
نقوم بوضع العناصر الأصغر في سلسلة تسمى العناصر الأصغر L على يمين المحور، ونقوم بوضع العناصر الأكبر في سلسلة أخرى تسمى العناصر الأكبر G على يسار المحور، وهكذا نضمن ترتيب المحور في مكانه. تكرر الخطوات السابقة من أجل كل من السلسلتين الناتجتين L و G بشكل متكرر recursive. والاستدعاء المتكرر recursive call يعني أن المسألة يتم تجزئتها إلى مسائل مشابهة أبسط، تجزأ بدورها إلى مسائل أكثر بساطة للوصول إلى الحل. ويمكنكم الرجوع إلى درس أبراج هانوي للدكتور ريتشارد لارسون على موقع بلوسومز للحصول على معلومات أكثر عن هذا الموضوع الهام والممتع. سأقوم الآن بحل المسألة السابقة مرة أخرى باستخدام الترتيب السريع، ولكن بعد فاصل قصير. دعونا نحل المثال باستخدام خوارزمية الترتيب السريع. 8 7 5 1 2. سأختار عنصرا بشكل عشوائي، وليكن العنصر الثالث وقيمته 5، وجعله المحور. نضع العناصر الأصغر منه 1 و2 في سلسلة العناصر الأصغر على يمين المحور، والعناصر الأكبر منه 8 و7 في سلسلة العناصر الأكبر على يسار المحور، فتصبح لدينا السلسلة 1 2 5 8 7. نكرر الخطوات السابقة من أجل السلسلتين الناتجتين. نقوم بترتيب السلسلة الأصغر، نختار المحور 1، تكون السلسلة الأصغر معدومة، وتكون السلسلة الأكبر رقم 2 عنصرا واحدا، فهي مرتبة حكما، ونضعها على يسار المحور، فتصبح السلسلة 1 2. نرتب السلسلة الأكبر، نختار المحور العنصر 7، تكون السلسلة الأصغر في هذه الحالة معدومة أيضا، والسلسلة الأكبر هي العنصر 8 عنصرا واحدا، فهي مرتبة حكما، ونضعها على يسار المحور، فتصبح السلسلة 7 8. نقوم بدمج السلسلة الأصغر 1 2 مع المحور 5 مع السلسلة الأكبر 7 8، فتتكون لدينا السلسلة النهائية مرتبة 1 2 5 7 8. سأعيد تسلسل الخطوات بشكل رسومي وباختصار. العناصر 8 7 5 1 2، المحور 5 1 و2، السلسلة الأصغر 8 و7 هي السلسلة الأكبر. نرتب السلسلة الأصغر 1 هو المحور، و2 هي السلسلة الأكبر على يسار المحور. نرتب السلسلة الأكبر 8 و7، 7 هي المحور، 8 هي السلسلة الأكبر على يسار المحور، فتصبح السلسلة مرتبة 1 2 5 7 8. ربما تظنون أن هذه الطريقة ليست أفضل من الخوارزميتين السابقتين، ولأجل ذلك أقترح أن تقوموا بترتيب السلسلة التالية بالتعاون مع مدرسكم. 1 3 7 8 4 9 5 2 6 0.
ألقاكم بعد دقائق. أهلا بكم مرة أخرى، آمل أنكم استمتعتم بحل المثال وفق خوارزمية الترتيب السريع. تعالوا نرتب السلسلة معا. نختار المحور الرقم 4 مثلا، وهو العنصر الخامس في السلسلة. أولا نقوم بتشكيل السلسلة الأصغر ليمين المحور، وهي 1 3 2 0، ونشكل السلسلة الأكبر ليسار المحور 7 8 9 5 6، فتنتج السلسلة 1 3 2 0 4 7 8 9 5 6. نرتب السلسلة الصغرى بنفس الطريقة باختيار المحور 2 مثلا، والكبيرة بالمحور 8 مثلا. السلسلة 3 مرتبة حكما لأنها عنصر واحد فقط، كذلك السلسلة 9. الآن نرتب السلسلتين 1 0 والسلسلة 7 5 6 بنفس الطريقة. فتصبح السلسلة 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مرتبة بشكل كامل. ولكن ماذا لو طلبت منكم ترتيب سلسلة مكونة من أكثر من 100 عنصر مثلا، أو 1000، أو ربما 10,000؟ هل يمكن مقارنة هذه الخوارزميات لمعرفة الخوارزمية الأسرع والأمثل؟ فكروا في حل وسأعود إليكم بعد قليل. كيف يمكن ترتيب مجموعات من 100 عنصر مثلا؟ بل كيف يمكن أن نرتب مجموعات تتألف من آلاف بل ملايين السجلات لتسريع البحث في قواعد البيانات؟ نعم، هنا يأتي دور الحاسوب لإنجاز هذه المهمات نيابة عنا. وكما لاحظتم أن خطوات الخوارزميات بسيطة وقليلة، ويمكن برمجتها بسهولة بأي لغة برمجة سبق لكم الاطلاع عليها إذا كان لديكم إلمام بالتعامل مع السلاسل والمصفوفات. هذا مثال عن برنامج يقوم بالترتيب وفق الخوارزميات الثلاثة التي استعرضناها معا، حيث يقوم بترتيب 3 مجموعات متماثلة من الخطوط العشوائية المختلفة الأطوال وبشكل متزامن، ليتوضح لنا أي الخوارزميات أسرع، بالإضافة إلى تمثيل مرئي لخطوات الترتيب. نقوم بتشغيل البرنامج. كما نرى هناك 3 مجموعات سيتم ترتيبها وفق الخوارزميات الثلاثة، وقد قمت بوضع زمن للتأخير ليتسنى لنا مشاهدة خطوات الترتيب. نضغط الزر ابدأ الترتيب. نجد في المجموعة الأولى تم ترتيبها بسرعة كبيرة بواسطة خوارزمية الترتيب السريع، ثم تليها في السرعة خوارزمية الترتيب بالاختيار، ولا زالت خوارزمية الترتيب الفقاعي تعمل ببطء وترفع كل عنصر رويدا رويدا كفقاعة الهواء في الماء لتصل إلى الأعلى. إذن خوارزميات الترتيب السريع هي الأسرع. آمل أن تكونوا استمتعتم في هذا الدرس وأن يكون محفزا لكم لتعلم المزيد عن الرياضيات والبرمجة وكتابة خوارزميات مفيدة لحل مسائل أخرى قد تواجهكم في حياتكم العملية. وإذا ما احتجتم أي مساعدة أو كان لديكم أي استفسار، فبإمكانكم مراسلتي على بريد الإلكتروني. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعزائي المدرسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يهدف هذا الدرس إلى إعطاء لمحة عن المسائل التي تواجه المبرمجين وكيف يتم حلها بخوارزميات، وأن هذه الخوارزميات يمكن أن تتنوع لأجل نفس المسألة. نتعرف في هذا الدرس على خوارزميات الترتيب ونطبقها على سلسلة من الأعداد ونقارن بينها لنعرف الخوارزمية الأفضل. أثناء ذلك يتعلم الطلاب مهارات التفكير المنطقي وتجزئة الأفكار إلى خطوات ليقوم الحاسوب بتنفيذها، ويتم في نهاية الدرس استعراض برنامج حاسوبي يقوم بتنفيذ الخوارزميات بشكل متزامن ومرئي، يسمح بفهم عملية الترتيب بشكل أكبر ويساعد على المقارنة بين سرعة وكفاءة الخوارزميات المستعرضة. المواضيع التي يفضل أن يكون الطالب على اطلاع عليها مسبقا: لا يلزم الطالب أن يكون على دراية بموضوع مخصص قبل مشاهدة هذا الدرس، غير أنه يفضل أن يكون على اطلاع على إحدى لغات البرمجة. إرشادات للمدرس: في النشاط الأول يجب على المدرس أن ينوه أن طرق الترتيب التي سيحاول الطلاب إيجادها يفضل أن لا تستخدم عددا كبيرا من الأماكن، ويفضل أن تكون عمليات المقارنة وحركات نقل العناصر بين بعضها أقل ما يمكن لتسريع العمل. في النشاط الثاني يوضح أن الترتيب بهذه الطريقة يقوم على ترتيب العناصر الأكبر أولا، وأن يلفت انتباه الطلاب إلى أن هناك حركات نقل كثيرة وأن الترتيب يستهلك وقتا لا بأس به. في النشاط الثالث يتم التنويه أن هذه الطريقة تقوم بترتيب العناصر الأصغر أولا، وأن عدد حركات النقل أقل بكثير من الخوارزمية السابقة رغم وجود مقارنات كثيرة أيضا. في النشاط الرابع سينوه المدرس إلى ذكاء الخوارزمية ولزوم أن يتعاون بشكل أكبر مع طلابه في الترتيب، ولفت انتباههم كيف أنه يتم ترتيب المحور أولا ثم ترتيب العناصر على جانبيه بشكل متسلسل. أخيرا هناك عدد من النقاط يمكن طرحها على الطلاب كنشاطات إضافية للمتميزين، مثل البحث عن خوارزميات الترتيب الأخرى وتطبيقها، محاولة كتابة الخوارزميات بإحدى لغات البرمجة، جعل الخوارزميات تقوم بالترتيب تنازليا بدلا من الترتيب التصاعدي، التفكير بإيجاد طرق للترتيب السلاسل الضخمة التي يتجاوز حجم عناصرها حجم ذاكرة الحاسوب مثلا. أشكر كل من ساهم في إنجاح هذا الدرس، وأرجو أن يكون قد شكل إضافة للمكتبة العلمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا الدرس. أنا عامر أحمد جوز، مطور برمجيات حاسوبية، أحييكم من أمام مركز السلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية سايتك في مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية. فكروا في هذه المسألة وسأعود إليكم بعد دقائق. أهلا بكم ثانية. أعتقد أنكم وجدتم طريقة أو أكثر. إن إيجاد طريقة منهجية لحل مسألة ما تسمى خوارزمية الحل. فالخوارزمية هي مجموعة من الخطوات الرياضية والمنطقية والمتسلسلة اللازمة لحل مشكلة ما، وسميت الخوارزمية ألغوريثم بهذا الاسم
نسبة إلى العالم المسلم محمد بن موسى الخوارزمي الذي عاش أيام الخليفة العباسي المأمون وتولى بيت الحكمة في القرن التاسع الميلادي وألف كتاب الجبر والمقابلة. وبترجمة هذا الكتاب إلى اللغات اللاتينية دخلت كلمتا الجبر الجبرة والصفر سايفر إلى تلك اللغات، كما كان له باع طويل في حل المعادلات التربيعية، وعندها دخلت كلمة ألغوريثم إلى اللغات اللاتينية. تعالوا نتعرف على إحدى طرق الترتيب وهي خوارزمية الترتيب الفقاعي. ليكن موضوعنا في هذا الدرس مهم جدا، فكما تعلمون أننا في عصر المعلومات والحوسبة، وتزداد البيانات باطراد هائل، وتزداد الحاجة إلى ترتيبها وفرزها وتبويبها لتسهيل الاستفادة منها. إن مسألة ترتيب مجموعة عناصر هي أحد المسائل الكثيرة التي تواجه المبرمجين، مثلا ترتيب الطلاب ترتيبا أبجديا، أو حسب علاماتهم في إحدى المواد، أو حسب معدلهم التراكمي لمعرفة المتفوقين منهم. هل فكرتم يوما كيف يتم ترتيب مجموعة من العناصر؟ هل يمكن أن نكتب طريقة الترتيب كخطوات منهجية أو تعليمات برمجية يمكن تغذيتها إلى الحاسوب ليقوم هو بالترتيب؟